السلام عليكم، معكم عبد الله العيدي، عضو في فريق الكويتي للتصوير الجوي، مع حلقة جديدة تعليمية للطائرات اللاسلكية. خلكم معنا. اليوم راح نتكلم عن طائرة الفانتوم 3 البروفيشنال والادفانس، واللي ما يختلفون عن بعض نهائيا، فقط البروفيشنال في اللون الذهبي وتقنية كاميرتها 4K، والادفانس باللون السيلفر وتقنيتها فول HD. نفتح الصندوق ونشوف شنو ما في محتواه. احب اخص بالذكر ان فالكون هوبي الوحيد اللي يبيع الفانتوم 3 بنوعيها، معاها كتيب بالعربي مطبوع ومعتمد من شركة دي جي اي الام. طيارة شوفها تكون سليمة، والقطعة البلاستيك لحماية الكاميرا، ريموت، عندنا المراوح، والشاحن للريموت وللطيارة، وعندنا الاسبانة علشان نحاول نصك المراوح ونقفلها بإحكام. الفانتوم 3 يأتي معها ثيمة مراوح، 4 باللون السيلفر و4 باللون الأسود. عندنا المواتير هني 2 باللون الأسود و2 هني في اللون السيلفر، كل مروحة تركب على حسب اللون اللي فيها. طريقة تركيب المراوح: اللون السيلفر على الموتور لون السيلفر، واللون الأسود على الموتور لون الأسود. طريقة تركيب المراوح موجود عندنا على نفس المروحة، شلون طريقة لفها، أي اتجاه الصحيح علشان تسكرها. عندنا باللون السيلفر اتجاهها يمين، واللون الأسود اتجاه اليسار. وعندنا اسبانة علشان احكم تسكير المراوح بشكل مناسب وآمن علشان ما تتبطل معاي اثناء الطيران. ريموت الفانتوم 3 البروفيشنال والادفانس يختلف اختلاف كلي عن الفانتوم 2 فيجن بلس. في السابق كنا نشبك عن طريق الواي فاي، هم حاليا نشبك عن طريق الكيبل USB، والجهاز الجديد داخل جهاز لايت بريدج ينقلنا الصورة عالية الجودة في وضوح HD 720p. بطارية الفانتوم 3 تشابه بطاريات الفانتوم 2 فيجن بلس والفانتوم 2، ولكن تختلف في الجهد. لو احنا نجيب البطاريتين ونعكسهم ونحاول نركب، لا راح تشتغل لا الفانتوم 2 فيجن بلس في بطارية الجديدة، ولا البطارية القديمة راح تشغل الفانتوم 3 بروفيشنال والادفانس. شحن الفانتوم 3 مخرجه مثل شحن الفانتوم 2 فيجن بلس والفانتوم 2، ولكن يختلف في الجهد، فما راح نقدر نستخدم الشحن الفانتوم 2 والفانتوم 2 فيجن بلس في شحن البطارية الفانتوم 3. وعندنا مخرج الشحن للريموت، ونقدر نشحن البطارية والريموت في نفس الوقت. تتميز طيارة الفانتوم 3 البروفيشنال والادفانس في مجسات، او بما يسمونه في السنسر. جهاز السنسر ركب بالفانتوم 3 علشان نقدر نطير الطيارة اندور، او بما يسمونها بالغرف المغلقة، ونقدر احنا عن طريقها نرفع الطيارة بحدود المترين الى مترين ونص، تقدر تصور وتكون ثابتة من غير GPS. الكاميرا قبل لا نطير الطيارة لازم نتأكد عليها قطعة بلاستيكية، نشيلها ونتأكد ان الميموري موجود فيها، وبكذي راح تكون جاهزة للطيران سواء كان اندور او خارجي. ليتات LED اللي موجودة في الفانتوم 3 البروفيشنال والادفانس نفس الليتات، ما اختلفت عن السابق، ولكن اللي اختلف معنا في هالطيارة ان ليتات LED في السابق لما نصور تصوير ليلي كان ضايقنا وهج الليت نفسه في الكاميرا، ولكن مع طيارة الفانتوم 3 اختلف معنا. بالابليكيشن تقدر تطفي الليتات الامامية اللي لونهم احمر علشان تقدر تصور صورة صافية من غير اي ازعاج.
والحين راح نطير الفانتوم 3 في الأماكن المغلقة من غير جي بي اس، وشون راح تكون ثابتة عن طريق المجسات أو بما يسمى السنسر. في البداية راح نشغل الابليكيشن، رقم 2 راح نشغل الريموت، رقم 3 راح نشغل الطيارة. وبعد ما نشغل الطيارة في طريقة اللي هي خاصية الكالبريشن أو بما يسمى إعادة بوصلة الطيارة، نحرص أن دائما نسويها في كل تشغيل. ناخذ أول لفة يسار، طبعا الابليكيشن راح يعلمكم الطريقة، وبعدين ناخذ لفة كاملة هم يسار على وجهها، وبشذي تكون جاهزة. طريقة تشغيل الطيارة عن طريق أذرع التحكم أو بما يسمى الكنترول ستيكس، ناخذ الأذرع لتحت وللزوايا الداخلية. الابليكيشن يبلغنا أن تيك أوف، نقدر احنا نطير الحين. راح نرفع الستيك اللي على اليسار لفوق عشان تصعد عندنا الطيارة بشكل عمودي. طبعا عندنا في الابليكيشن الصورة واضحة ان السنسر يأشر ان الارتفاع اللي الطيارة ارتفعت فيه 1.1 متر، وبكذي تقدر الطيارة تكون ثابتة من غير ما تلعب او تتحرك لا يمين ولا يسار. الستيك اللي على اليمين لو بوجهه يمين او يسار او قدام ولا ورا راح تتحرك معانا الطيارة بهالشكل، يسار او ناخذها يمين وهذه لي قدام وترجع الى الخلف. طبعا الطريقه العموديه اللي احنا نمشي فيها ان كانت لفوق او ننزل الستيك على اليسار لتحت، واذا لفينا الستيك اللي على اليسار يمين او يسار راح تكون معانا بهالطريقه ان تلف حول المحور نفسها. الوقت اللي تبي تنزل فيه الطيارة ما نطفيها، بل احنا راح ننزلها بهدوء من الستيك على اليسار ونسوي هبوط آمن وبسيط وخفيف من غير ما يكون قوي، وفقط الستيك اللي على اليسار تنزله على الآخر راح تكون الطيارة هبطت وتطفي كنترول من نفسها. وفي الختام نشكر متابعتكم المميزة لحلقتنا عن طائرة الفانتوم 3، ونتمنى أنها حازت على إعجابكم، وتابعونا في حلقاتنا القادمة والمزيد من المعلومات حول التصوير الجوي. مع السلامة.